السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان، تكونوا لاباس، يكون كل شيء هو داك. اذا اليوم عندنا لا كوريكسيون ديال الكونترول الثاني ديال الفيزياء، الدورة الثانية ثالثة اعدادي. من طبيعة الحال مجموعة من التلاميذ طلبوا من الامتحان، رغم ان كاين بعض التلاميذ يلاه كيدوزوا الفرض الاول وكاين اللي ما دوزوش، ولكن ما فيها باس. بالنسبة اللي دوزوا الفرض الاول حاولوا تستافدوا من هذا الفرض، واخا مازال الوقت ديالو شوية، لكن عاد تستافدوا لانكم عاد بداوا الدروس وتعرفوا شنو الامور اللي كتحط في الفرض من الدرس باش تركزوا عليها ان شاء الله باش تحصلوا على نقاط ممتازه. اذا نبداو على بركه الله. لا كيسيون الاول كومبليتي باغ لي فراز سويفون باغ لي مو كي كونفيان. وديما هذا السؤال الله يرضي عليكم، انا راه شوف راه في الفروض ماشي الهدف ديالي من هاد التصحيحات هو انكم تلقاو نفس الاسئله وتجاوبوا عليهم وتحفظوا، لا، الهدف ديالي هو انكم تعلموا الطريقه ديال الاجابه على الاسئله، ولا تعلمتي تجاوب على السؤال صافي، كما يقال فهم السؤال نصف الجواب ياك، ولكن الطريقة ديال الجواب على السؤال هي النصف الثاني. إذا إلا كنتي كتعرف تقرا السؤال وكتعرف تجاوب، راه واخا ما يكونش عندك تلك المعلومة اللي باغي الأستاذ، ولكن تعرف كيفاش تجاوب غادي يعطيك النقطة ديالك من طبيعة الحال. هذا هو الدور ديالنا حنا من خلال التصحيحات. لهذا الله يرضي عليكم، تبعوا معايا وشوفوا الطريقة كيفاش. إذا بالنسبة لنا ملي كيعطيني مثلا هذا السؤال راه كنلقاوه، وغنلقاوه حتى في الجهوي، سواء في الفيزياء سواء في الرياضيات سواء في التربيه الاسلاميه سواء في العربيه، كما كتشوفوا راه في القناه ديالكم الفروض كاع ديال المواد كاينين، ودائما تلقاو املاء الفراغ. اذا اول حاجه خصني نفهم الكلمات، لا سورتو لو كان مثلا المواد العلميه راه فرنسيه. دونك لو سونس هو المنحه، ا ديستانس عن بعد، لانتونسيتي هي الشده، اون كونتاكت تماس، ديريكسيون الاتجاه، ريسيفور يعني الجسم اللي كيستقبل لاكسيون اللي كيوقع ليه، اللي كيوقع عليه التأثير، الجسم المؤثر عليه. دو تعرفوها ستاتيك، تحريك سكوني، بوان داكسيون نقطة التأثير. نبداو من بعد ما كنفهموا الكلمات من طبيعة الحال كنبداو نقراو الأسئلة الجملة كاملة ونفهموها. دونك لي في دون اكسيون ميكانيك. إذا دابا فين مشى لينا هو؟ في الدرس الأول خصنا نعرف راسي الدرس اللي أنا فيه. دونك أنا في الدرس ديال لي زاكسيون ميكانيك. دونك لي زيفي دون اكسيون ميكانيك دان دونور اللي هو لاكتور دونور، يعني كيعطي لاكتور هو اللي كيدير لاكسيون ميكانيك سور ان. اذا هذه راه باينه، دونك لاكتور علي من كيدير لاكسيون ديالو كيديرو سور لو ريسيفور، هو هذا تري بيان. دونك لو ريسيفور تري بيان بوف اتر، شنو كتكون ليفي ديال ديك النتيجه؟ دابا حنا كنهضروا على ليفي ديال التاثير. اش كدير؟ اما كتكون ديناميك ولا كتكون ستاتيك. دونك هنا تكون ستاتيك واضح. لوغسك ان اوبجي اي سومي ا لاكسيون دو كوا فورس، سو اوبجي اي اون ايكيليبر سي لي دو فورس او لا ميم اي لا ميم اي دي. دونك هنا راه كنهضروا على لي كونديسيون ديكيليبر، غتقراهم في الدرس اللي من بعد لا فورس. من بعد لا فورس عندنا لي كونديسيون ديكيليبر، عندنا جوج شروط. دونك لوغسك ان اوبجي اي سومي ا لاكسيون دو فورس، يعني ملي تكون خاضع لجوج تاثيرات جوج القوى. سو اوبجي اون ايكيليبر سي لي دو فورس اون لا ميم ديريكسيون، عندهم نفس خط تاثير. دابا هادشي كيعني انكم خصكم تردوا البال مع لا ديريكسيون اي لا ميم انتونسيتي، عندهم نفس الشده. هاهي انتونسيتي فين هي؟ هنا هاهي. ولا ديريكسيون فين هي؟ هاهي، واضح تري بيان. اي دي سونس، وعندهم منحه اوبوزي يعني مخالف، واضح تري بيان. اون فورس اي كاركتريزي باغ سون، يعني دابا حنا في الدرس ديال لا فورس، راه في الغالب كلشي يقرا الدرس ديال لا فورس. دونك بالنسبه لا فورس كاركتريزي باغ 3 عفوا باغ 4 كاركتريستيك، يلا حطيت لكم الدرس راني حطيته في القناه. دونك شاك فورس كاركتريزي باربعه الحويجات، بلو بوان دابليكاسيون اللي كنسميوها سماوها لنا في هذه الحاله بوان داكسيون ولا دابليكاسيون بحال نقطه التاثير. بوان داكسيون هذه اي سا كذلك عندها سا ديريكسيون الاتجاه، سا ديريكسيون سون ان من بعد لا ديريكسيون شنو عندنا؟
لو سونس دونك ديرو لو سونس هو الاول. اي سون ان طون سيتي الشده. لاحظتوا راه الكلمات كيتعاودوا يعني هنا بعد التلاميذ كيلقاو مشكل ملي كيلقى الكلمه كتعاود تيقول لك لا راه ما كتعاودش. لا راه ممكن تعاود، علاش ما كتعاودش؟ ولكن احيانا كاين بعض الاسئله اللي كيعطينا عدد الكلمات على حسب الفراغ، اذا ديك راك تكون واضحه ولا نسول الاستاذ انا باش نخرج من هذا المشكل. تري بيان، دونك ندوزو لي دو تيب داكسيون ميكانيك. اكسيون ميكانيك دو، عندنا جوج انواع ديال ليزاكسيون ميكانيك. عندنا اكسيون دو كونتاكت، هاد بلا ما نحتاج نرجع للكلمات، عندنا اكسيون دو كونتاكت اي اكسيون ميكانيك ا ديستونس، يعني عن بعد. واضح؟ تري بيان. ريبوندي باغ فري او فو. ان سوليد او روبو اي اون ايكيليبر، قال لك واحد الجسم السيدي اللي كان في حالة السكون راه في حالة التوازن، اذا سي فغي. الا كان اون روبو يعني ما كيتحركش، هادي مرتاح مع راسو راه اون ايكيليبر. تري بيان. لا ماس دان كور اي ديبون دو لالتيتود، قال لك الكتلة من حدنا حنا كنطلعوا مثلا الفوق في الاعلى نحو السماء والكتلة ديالنا كتغير. لا، الكتلة لا ماس عقلوا عليها نو شونج با ان سوليد او روبو اي اون ايكيليبر. شوف هنا دابا بحال الاخطاء، كان ماشي اخطاء، انا تنقول هضره وكنجي كنكتب هضره اخرى، اذا هذه راه قلت فغي ياك وكتبت خطا، وكيبقاو عليا في لي كومونتير درتي خطا كذا، كثرت الاخطاء الله يهديكم. تري بيان، ولكن انا ما عنديش مشكل، هي صح ولا كان شي خطا الله يرضى عليكم، ما كاين حتى مشكل. دونك لا ماس دان كور اي ديبون دو لالتيتود، دونك قلنا هذه سي فو. لا، لا ماس نو شونج با، واخا نطلعو حتى للمريخ كتبقى لا ماس ديالي هي هي. نو ميزيرو لانتونسيتي دو بوا دان كور اليد دون بالونس، قال لك اسيدي اننا كنقيسو لانتونسيتي ديال الوزن ديال واحد الجسم. لاحظوا راه عندنا لا ماس وعندنا الوزن، راه تقراوهم في الدرس اللي من بعد، ليكيليبر اللي هو لو بوا اي لا ماس. راه لا ماس ما تتغيرش ولكن لو بوا كيتغير، ولكن لا ماس هي اللي كنقيسوها بلا بالونس بالميزان اللي كنعبروا به البطاطا والقرعه وداك الشيء ياك. اما لو بوا باش كنقيسوه كنقيسوه بلو دينامومتر، دونك هادي سي فو، خاطئه، لان قلنا تنقيسو لو بوا بلا بالونس. هانتوما استفدتوها. لانتونسيتي دو بوا دان كور شونج افيك لو ليو اي لا تاي. تري بيان، ولكن هنا سي ميو تكون لالتيتود، يعني قال لك ان الشده القيمه ديال الوزن كتغير حسب المكان و لا تاي. سي فغي، دونك سي فغي هادي. تري بيان، نو اكسبريمون لانتونسيتي دو بوا، يعني قال لك اسيدي كنعبروا على لانتونسيتي ديال لو بوا ديال الوزن دان كور باغ لا غولاسيون بي كتساوي ام في جي. تري بيان، دونك بي هي لو بوا و ام هي لا ماس ديال داك الجسم، و جي هي لانتونسيتي دو بيزونتور كيما تشوفوا. دونك هادي سي فغي، عقلوا على بي كتساوي ام في جي، وهذا هو اخر درس في لا ميكانيك باش ندوزو للالكتريسيتي. داكور، دونك لا كيسيون 3 كوشي باغ اون كروا سي تادير اكس لي كا او لوبجي اي اون ايكيليبر. دابا باش يكون واحد الجسم اون ايكيليبر كيما مر معانا خصنا ثلاثه لي كونديسيون. الكونديسيون الاول هو يكون عاد لي دو فورس ميم دروا داكسيون نفس خط التاثير، بحال دابا هادو عندهم نفس خط التاثير، واضح؟ ها هو مستقيم واحد، لكن هادو ما عندهمش نفس خط التاثير، هادو عندهم نفس خط التاثير، هادو عندهم نفس خط التاثير، اذا هذا باين خاطئ لان لي دو فورس ما عندهمش نفس خط التاثير، اذا هذا خرج. قولي ثلاثه، ندوز للشرط الثالث نشوف شكون اللي متحقق في هاد الثلاثه. قلنا عفوا الشرط الثاني هو انهم يكون عندهم سونس اوبوزي، يكون عندهم منحى متعاكس، اذا هذا غدا نحو اليمين وهذا نحو اليسار، اذا منحى متعاكس مزيان، هذا كذلك منحى متعاكس، هذو عندهم نفس المنحى، اذا هذا خرج. ربعه خرج، شكون اللي بقى لينا؟ بقى لنا واحد وثلاثه. خاص تكون عندهم ميم انتونسيتي، يكون عندهم نفس لا نورم، الفيكتور المتجه يكون عند نفس الطول. اذا هذه الطول ديالها قصير وهذا الطول ديالها كبير، اذا هذا خرج. بقى لنا هذا هو اللي صحيح، دونك هذا هو اللي صحيح. واضح؟ تري بيان، كوشي لا بون ريبونس. Lorsque la vitesse d'un mobile augmente, son mouvement est. لاحظتوا ان رجعنا للدرس الثاني ديال لا فيتيس موين، ومزيانه. علاش؟ لاننا راه هذا الشيء راه خصنا، ماشي الدروس اللي كيعني قريناهم في هذه الدوره الثانيه خصنا ننساهم، لا، نخليو الدروس عندنا الله يرضى عليكم، لان مازال مسموعين بالجاوب. دونك lorsque la vitesse d'un mobile augmente, son mouvement est accéléré. Très bien. يعني راه باينه ملي كتكون الموفمون اوغمونت bien la vitesse ديال الموبيل اوغمونت راه لو موفمون اكسيلير. لا غولاسيون اونتر لا ماس، يلا هضرنا عليها قبيلات، لا ماس، لا غولاسيون اونتر لا ماس اي لو بوا بي، شنو هي؟ واش هي بي كتساوي ام فوا جي، ولا بي كتساوي ام سور جي، ولا جي كتساوي بي سور ام؟ دونك هي الاولى، هي اللي صحيحه كيما مر معانا. لونيتي انترناسيونال دو لانتونسيتي دون فورس اي نيوتن.
لا فورس كنقيسوها بالنيوتن، هذه الوحده العالميه، عقلوا عليها نيوتن. تري بيان، ندوزو ليكزارسيس الثاني. ليكزارسيس الثاني يا سيدي قال لك لي بارتي 1 اي 2 سون انديبوندون، يعني ملي كيكون عندك جوج لي بارتي، مثلا دابا عندي لا بارتي الاولى هي هذه ونشوف، ثم عندي لا بارتي الثانيه. هذا الكونترول راه صحيح، عفوا طويل شويه، انا ما غاديش نصححو كامل، علاش؟ باش ما نطولش عليكم. دونك هنا قال لك يا سيدي ان هاد لي دو بارتي انديبوندون، يعني حتى وحده ما عندها علاقه بالاخرى، يعني من عند سالي هاد التمرين صافي، راه كانني عبدت تمرين جديد من عند لا بارتي الثانيه، هذه هي معناها انديبوندونت. تري بيان، اون كونسيدير ان كور سوليد اس، يعني نعتبر واحد الجسم اس اي هوموجين. ملي تقول لي هوموجين يعني راه لا ماس ديالو في كل نقطه منه بحال بحال، يعني ما كاينش مشكل في داك الجسم، ماشي جهه ثقيله وجهه خفيفه. دو ماس ام، لا ماس ديالو ام سي بوندي باغ ان فيل، مربوط بواحد لو فيل، هذا هو الجسم اس. دان ديناموميتر، اذا مربوط بواحد لو ديناموميتر، هذا هو المثال ديال الديناموميتر، مزيان فوار لا فيغور هيا. فير لو بيلون دي اكسيون ميكانيك اكزيرسي سور لو كور اس ا آه. دونك قال لي دير لو بيلون، وراه ديجا عرفنا في لو بيلون شنو هو، راه ديجا خليت لكم كذلك، راه كاينه الدرس راه مشروح فيه داك الشيء اون ديتاي، اللي مازال عنده مشكل مع الشيء يرجع لي الله يرضى عليكم. دونك شنو قال لي طلب مني هنا، طلب مني لو بيلون. دونك باش نحسب لو بيلون ضروري خصني ورقه، لهذا انا غنجيب هذه الورقه هذه نخدموا فيها. استسمح لما نصغر هذا الشيء. تري بيان، دونك دابا مزيان قال لي يا سيدي لو بيلون. دونك قلنا في لو بيلون اول حاجه كندير هي لو سيس ام، لو سيستيم بالنسبه ليا شنو هو لو سيستيم؟ فوالا هو لو سيستيم، هو لو كور اس، وكنديرو بين معقوفتين اونتر بارون اس اونتر كروشي لو كور اس، واضح؟ فوالا. من بعد كندوز لي زاكسيون، les actions de contact. Donc les actions de contact، باش نعرف les actions de contact خصني نرجع لو سيستيم. دونك لو سيستيم عندي شنو هو، هو لو كور اس. اذا شنو هما التاثيرات اللي واقعين للجسم اس عند تماس ولا دو كونتاكت؟ اذا عندي الخيط هو اللي قايسو، اذا عندي لو فيل، نكتب هكا لو فيل صافي، كاين عاد التاثير ديال لو فيل هو لي اكسيون دو كونتاكت، واضح؟ تري بيان. دونك لو بيلون راه مازال حاجه واحده اخرى اللي هي لي زاكسيون، لي زاكسيون ا ديستانس، يعني تاثيرات عن بعد. لي زاكسيون ا ديستانس جسم اس نفس الشيء، ارجع لي شكون هما الاجسام اللي كياثروا على الجسم اس بلا ما يقيسوا. اذا عندنا التاثير ديال الارض، لاكسيون دو لا تيغ، واخا دابا حنا نزيدو نتقدموا شويه، واخا هذا راه ما نطلبوش منكم مثلا في الدرس الاول، ولكن في كونترول مطلوب. لاكسيون ديال لو فيل شنو كنسميوه؟ كنسميوه تي، ندير لها متجهه. ولاكسيون ديال لا تيغ شنو كنسميوه؟ كنسميوه بي، وندير لها متجهه نقطه، واضح؟ ممكن احيانا يقول لي بريسيزي لو تيب ديال لاكسيون، واش ريبارتي ولا لوكاليزي. دونك بالنسبه لنا هذا راه لوكاليزي، وديال الارض راه توجور تيكون ريبارتي، واضح؟ تري بيان. اونسويت سيدي قال لك درنا لو سيستيم، قال لك ديتيرميني لي كاركتيرستيك ديال لو بوا. اذا طلب مني نلقى لي كاركتيرستيك ديال لو بوا، شنو هما لي كاركتيرستيك؟ لي كاركتيرستيك ديال لا فورس، لو بوا هو لا فورس اكزيرسي بار لا تير. ملي تقول لي كاركتيرستيك يعني لو بوان دابليكاسيون، لا ديريكسيون، لو سونس اي لانتونسيتي. دونك هاد التمرين التتمه نخليوها حتى الحصه الجايه باش ما نطولش عليكم لا فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.